أهلا وسهلا فيكم في بوث ريف للعطور. حنبدأ معاكم نشرح لكم المنتجات كلها، نعطيكم البست سيلر مع الأسعار من داخل معرض جدة للعطور. تمام، عندنا أول شيء خلينا نتكلم عن عطور النيش. هذه عطور مستخلصة، تعتبر من أجود أنواع العطور، بالإضافة لأنه أسعارها مو غالية زي باقي عطور النيش. تمام، نبدأ بالمكونات. عندنا نيش واحد، هذا زعفران مع كراميل وليذر، يجيكم بالشكل هذا. العبوة حجمها 50 ملي. آسفة، في عندكم هي 5 أنواع لعطور النيش. عندنا الثاني، عندنا انسجام البحر مع كراميل وليذر، ثالث واحد من النيش زعفران خشب الأرز وباتشولي. نيجي لرابع واحد من عطور النيش، هذا تفاح قرفة وعنبر. آخر واحد عندنا من عطور النيش، هذا شاهي أسود مع باتشولي ومسك أبيض. نبدأ دحين في العطور اللي هي حقت الجسم أو عطور العيدية. عندنا أكتر واحد مبيعاً رقمه 33، هذا هو زعفران إكليل الجبل وعود. تاني واحد من الأكثر مبيعاً، نيجي لرقم 19، زهور زئبق الوادي مع ياسمين ومسك أبيض. طبعا العطور العادية كلها حجمها 50 ملي. ندخل كمان عندنا عطور ريف 11، هذا خشب صندل ياسمين وفلفل وردي. من عطور ريف برضو عندنا ريف 31، فانيليا عنبر وزعفران، القاعدة فانيليا وقمة العطر زعفران. عندنا غير العطور العادية في عطور الشعر، عطور الشعر تيجي بالباكج هذا برضو 50 ملي. في عندنا ريف 11 نفس المكونات، وعندنا 31، ريف 33 وريف 19، هذه عطور الشعر. العرض عندكم انكم تاخذوا اي 3 منتجات، تدفعوا 2 والثالث مجانا، بالاضافة العبوة 15 ملي هدية. في عندنا غير العطور عطور الشعر، طبعا شركة ريف عندهم الفواحات، عندهم معطرات المفارش. الفواحات عندنا تقريبا نفس ريحة العطور العادية، يعني انت تشتري عطر فواحة معطر مفارش وعطر شعر كلهم نفس الريحة. عندنا ريف 19، عندنا ريف 33 وريف 11. فكرة الفواحات بالأعواد، هي الفواحات زيتية وعندنا الأعواد هذه، كل ما زدنا عدد الأعواد زاد الفواحان، كل ما قللنا عدد الأعواد يقل الفواحان عندنا. غير الفواحات في معطرات المفارش تجي بالشكل هذا، عبوة 200 ملي، برضو نفس الروائح العادية حقت العطور. في عندنا ريف 31، ريف 19، ريف 33 وريف 11. بعدين عندنا الليمتد إديشن اللي هي عطور الصيف. الألوان، فكرة عطور الألوان إنها تعطيك فكرة عن الصيف أو تصور عن الصيف. عندنا اللون الأصفر، هذا عبارة عن فانيليا وزهور البرتقال وكشمش أسود. الأزرق عندنا برغموت وتفاح وباتشولي. طيب وفي الختام عندنا أهم شيء الباركود. الباركود هذا إيش فكرته؟ إنك أنت حتسوي سكان، تدخل اسمك، رقم الجوال والمعرض اللي أنت أخذت منه الباركود، حتدخل معانا في سحب على عطور على هدايا من شركة ريف. غير كده انك انت حتصير من العملاء المميزين اللي احنا ممكن ندعوك على المعارض والإيفنتات اللي احنا بنسويها.